واللي شبكنا يخلصنا. لك بنتي أبدك تقولي لي وين كنتي وشو صاير معي؟ قال يعني أتعرفي وين كانت؟ ما هي كانت مع حبيب القلب. خرسي ولي، هي قالت لي قبل بيوم إنها بدها تشوف غضبان. وما تحكيها بلطف وحنان؟ عادي يعني؟ عادي، بدي أعرف شو مخبي عني. ما في بالعادة تخبي عني شيء. أمي قولي لها ببتلي فيك. قعدي قعدي قولي لي شو صاير معي؟ بصراحة يا أمي غضبان فاجأني جايب خيطه معه وحكاني بموضوع الخطبة. ها؟ الخطبة؟ وأنا عم قول شو سبب هالغناي؟ ده حبيبي شغل بالي يابا يابا شغل